الا كنتي اول مره كتزور القناه ديالي ما تنساش تابونا للضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد من عندي. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالناس اللي التحقوا بالقناه، مرحبا بكم عندي. نتمنى تعجبكم القناه والمحتوى ديالها. اليوم غنقدم لكم بريوش بالشوكولا، كيجي مرتفع، كيجي رائع جدا كما كتشوفوا هنايا في الصور. مقاديره جد بسيطه ومتوفره في كل بيت. تبعوا معايا الفيديو باش ينجح لكم هذا البريوش، كيجي رائع رائع جدا، والصور ديالو كيهضروا عليه، ما نحتاج انا نهضر عليه بزاف، فعلا كيستحق التجربه. ولا عجبكم ما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو، تعلقوا لي واحد التعليق زوين اللي كتشجعوني به. بالنسبه للمقادير البنات، مقادير جد بسيطه. هنا غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 4 ديال الكيسان ديال العنبه، 3 المعالق ديال السكر، ممكن لكم تنقصوا اولا تزيدوا. عندي معلقه كبيره تكون عامره ديال الخميره ديال العجينه، سواء الفوريه سواء المعجونه، المعجونه احسن. عندي جوج بيضات والزبده والفاني. هنايا خديت البنات العجانه حيت ما مساليش، يمكن لكم تعجنوا بيديكم، انا كنت كنقضي واحد الغرض اخر، داكشي علاش عجنت بالماكينه. درت فيها 400 غرام ديال الدقيق، جوج بيضات، معلقه كبيره تكون عامره ديال الخميره، 3 المعالق ديال السنيده. غادي ندير شويه ديال الفاني، هنا عندي الروح ديال الفاني، يمكن لكم تستعملوا فانيه وحده. وغادي ندير شويه ديال الملحه باش نصححوا الذوق. صافي، هنا غادي نخدم الماكينه حتى يتخلطوا ليا دوك العناصر اللي درت في الماكينه. عاد غادي نضيف الحليب، الحليب كنضيفوه شويه بشويه، ما كنديروش دقه واحده باش ما تعطيناش، باش ما نحصلوش على العجين اللي جاري. حنا خصنا نحصلوا على واحد العجين اللي متماسك، حيت غنديروا مازال الزبده. الا كنا درنا العجين مرخوف ودرنا الزبده غتولي عندنا العجينه اللي هي سايحه. كديروا هنا الحليب كما كتشوفوا، كنضيفوا شويه بشويه باش نعرف القوام ديال العجين، وخصوصا فاش كتعجنوا بالماكينه ما كتعرفوش القوام ديال العجين في يديكم. بالنسبه للكميه ديال الحليب، دات ليا كاس ديال العنبه، الحليب يكون دافي. هنا غادي نخلي العجينه كما كتشوفوا حتى تعجن. هنايا ملي تعجنات عندي العجينه كما كتشوفوا القوام ديالها راه شاده في راسها. دابا غادي نزيد عليها جوج معالق عامرين ديال الزبده، الزبده تكون لينه. صافي، وغادي نرجع نخدم الماكينه حتى تدخل ديك الزبده كامله، خاصها تدخل في ديك العجينه. ديروا نفس العمليه بيديكم كتعجنوا، من بعد كتدخلوا الزبده في العجينه. انا خدمت معكم تقريبا الفيديوهات كاملين ديال القناه، العجينه كنعجنها بيدي، ما كنعجنش انا بالماكينه. قليل فاش عندي شي فيديو اللي هو بالماكينه العاديه، ماشي هادي، ديما العجينه كنعجنها بيدي. صافي، هنايا كما كتشوفوا ملي تعجنات عندي العجينه دخلت فيها ديك الزبده مزيان، هنا بانت لي العجينه شويه مرخوفه. غادي نجمعها من الجوانب وغادي نضيف عليها واحد معلقه ديال الدقيق، لان العجينه بانت لي مرخوفه. كما قلت لكم العجينه فاش كتعجنوها بيديكم كتعرفوا القوام ديالها، ماشي بحال الماكينه. هنا رديتها للماكينه ودزت ليها ديك المعلقه ديال الدقيق، وغادي نخليها تعجن. صافي، وغادي نحيدها. انا هنا ما عجنتش البنات بيدي حيت كنت كنقضي واحد الغرض اخر، خدامه هكا وهكا. صافي، هنايا ملي تعجنات العجينه دخلت فيها ديك المعلقه ديال الدقيق اللي ضفت ليها، غادي نحيدها من الماكينه. كما كتشوفوا هنا العجينه اللي كنحصلوا عليها كتكون بحال هكا، العجينه اللي كتكون كتجبد، ما تكونش قاسحه وما تكونش عاوتاني مرخوفه بزاف باش نتحكموا فيها ملي نبغيو نخدموا بها. غادي نغطيها بالسلوفان، غنخليها ساعه ديال الماكينه المكانه حتى تختمر وتضاعف الحجم ديالها، عاد غادي ندوز نخدمها. هنايا البنات كما كتشوفوا ملي دازت ساعه المكانه اختمرت العجينه، كما كتشوفوا طلقات ليا الخيط ديالها. غادي نحيدها من داك الإناء فاش درتها لسطح العمل. سطح العمل كنرشو بالدقيق، كنحط فيه ديك العجينه، من بعد كنحلبلها وكنقطعها على 3 ديال الكويرات يكونوا متساويين. الا كان عندكم الميزان عبروهم، ديروا 280 غرام في كل كره منهم باش يجيوكم تقاده وحده. صافي، هنايا البنات ملي شفتوا راه قطعتهم غادي نكورهم. صافي، مباشره كناخذ الكويره الاولى،
كنسرحها على قد المول اللي عندي، ما تسرحوهمش كبار. هنايا ما تشدش ليا المقطع، تندير معكم الثانيه. كناخذوا الشوكولاته اللي دهن كندهنوا بها ديك الكويره الاولى اللي سرحناها، كنرشوا شويه ديال اللوز اللي دقيتو غير شويه صافي، وكنرو ليها. يمكن لكم ديروا الشوكولاته حبيبات ولا الفواكه المعسله، كيبقى لكم الاختيار صافي. كنحربلو على طريقه تشنيك كما شفتوا معايا، كنسد البلاصه فين سديت صافي. كناخذ الكويره كنحلها بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، كنحل الكويره بهذه الطريقه هذه، ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش عاوتاني رقيقه يا البنات. خليوا السمك ديال العجين شويه غليظ، وما تسرحوهاش تكون كبيره باش ما تجيكمش وافيه على المول صافي. هنا ملي سرحت انا استعملت غير هاد الشوكولاته اللي كتكون في بوطه بحال ديال الزبده، استعملوا النوتيلا الا كانت عندكم، غادي يكون المذاق ديالها غزال صافي. هنايا غادي ندهنها بالشوكولاته، وغادي نرش اللوز العادي غير هنمشو شويه. الا درتو الشوكولاته حبيبات ولا ديروا الزبيب، ديروا الفواكه المعسله اولا الجافه، كيبقى لكم الاختيار صافي. وكنرو ليه على شكل شنيك بالطريقه اللي شفتو معايا الاولى صافي. وكنحطهم هنايا في واحد البلاطو، وغادي ندخلو للثلاجه، غادي نخليه 10 ديال الدقائق حتى تشد لي داك الشوكولاته راسها تبرد شويه صافي. هنايا ملي خرجتهم من الثلاجه من بعد 10 دقائق، كناخذ كل حربل من داك ثلاثه ديال الحربلات اللي عندي، كنقسمو على جوج بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. كنظن انها طريقه واضحه في الفيديو، كتقسمو كل حربل كتقسموه على جوج من الوسط بشي اله حاده بحال هكا ولا موس. طريقه جد بسيطه البنات وسهله، اولا يمكن لكم ديروا كويره وحده وتقسموها على ثلاثه. انا هنا اختاريت ندير ثلاثه باش كما كتشوفوا الحجم ديال البريوش جا طالع ومن فوق، داكشي علاش اختاريت هذه الطريقه هذه صافي. هنا من بعد ما قطعتهم كاملين على جوج، كل كويره قطعتها على جوج مرات، هنا كناخذ كل ثلاثه الطرف كنخليهم على جنب. ثلاثه ثلاثه هنا غادي نستعمل، غادي ناخذ ثلاثه الطرف الاولين غادي ناخذهم كما كتشوفوا هنايا، غادي نضفرهم. كنظن انا الطريقه ديال الضفره كلشي كيعرف ليها، كنجمعهم في الراس صافي، وكنجي كنضفر بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. كنحاول داك البلاصه اللي كتبان فيها الشكلاط هي اللي تجي لفوق، ما تجينيش لتحت بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. هنايا ما زربتش الفيديو باش يبان لكم الطريقه اكثر صافي. وكتضفروا بهذه الطريقه هذه، كتهزوا الاول للوسط وكترجعوا للجنب تضفروها. كنظن ان الصوره كتهضر على راسها صافي. كتجيو الجوانب كتقرصوهم ما يتحلوش، كتحصلوا على واحد الضفره اللي بحال هكا، اللي يمكن لكم طيبوها بحال هكا بلا ما ديروها في المول. طيبوهم بجوج هاد هنايا، كتحطوهم في اللاطه وكتدخلوهم يطيبوا. هنايا شكلت الضفيره الثانيه بنفس الطريقه، خديت هنايا المول اللي 28 سنتيم، حطيت الاولى في المول اللي دهنته بالزبده، حطيت عليها الثانيه. الا ما كانش عندكم مول بحال هذا البنات، استعملوا غير باكيه ديال الحليب، كتاخذوا جوج باكيات ديال الحليب كتقسموهم من الوسط وكتلصقوهم وكتستعملوهم بنفس الطريقه. هنا البنات خليته تخمر واحد نص ساعه المكانه، سخنت الفران طفيت عليه، دخلته للفران خليته نص ساعه المكانه تخمر عاوتاني وضعف الحجم ديالو. هنا دهنته ابيض البيض كان عندي البنات، ابيض البيض كان عندي استعملته في واحد الطرطه اللي غنشارك معكم. الا ما كانش عندكم ابيض البيض واجد بلا ما تهرسوا بيضه، دهنوا غير بشويه ديال الحليب مع الخل صافي. وغادي نرش اللوز لان درت اللوز الداخلي، الا كنتو درتو الفواكه المعسله راه غديروا الفواكه المعسله الفوق ولا الشوكولات، يبقى لكم الاختيار. كندخلوا الفران اللي كيكون سخون العافيه تكون متوسطه 45 دقيقه، كنشعلو لتحت من بعد حتى يتنفخ ويبدا يتحمر من الجناب، عاد كنشعلو الفوق باش يتحمر. وهنايا البنات ملي خرجتو دهنتو هنايا بالنباج باش يعطيني واحد اللمعه نشهيكم فيه مازال باش نوضو تصيبوه، كيجي رائع جدا، كيجي خفيف. غير خليوه يختمر مزيان مرة تانية باش ياخد الشكل ديالو كما كتشوفوا هنايا. هنا راه اللون ديال الشوكولاته هذيك ماشي محروق، كيجي رائع مرتفع، يستحق التجربه. الصور ديالو كيعبروا عليه، وحتى المنظر ديالو راه كيقول لكم كيفاش جا من الداخل. ما تصوروش البنات كيف جا، رائع جدا. نتمنى يعجبكم، دائما الى عجبكم الفيديو البارطاج البنات، واحد لايك وتعليق باش تشجعوني على المزيد من الفيديوهات.
ان شاء الله اللي غتستافدوا منهم بسيطين واقتصاديين اللي غيعجبوكم بزاف. هنايا غادي نقطعوا باش تشوفوا من الداخل، كما كتشوفوا كتجي ديك الزخرفه ديال الشوكولات، كيجي منه الشوكولات من الداخل، كيجي رائع جدا جدا جدا. يلا هالبنات نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش تخليوا لي رايكم فيه في التعليقات، واللي عجبكم بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. يلا اللي عاونكم للفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم.